عبر أهالي محافظة أسوان عن استقرار الوضع الصحي بالمحافظة، وذلك من خلال تعامل الجهات المختصة مع الحالات التي تعرضت للإصابة بنزلات معوية وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم، مما ساهم في تماثلهم للشفاء. حالات حصلت ولكن مش بالحجم يعني الكبير ده. أنا أتكلم عن قرية عندي في بنبان، يعني بقول لك مثلا مياه الشرب، أنا بشرب سيادتك من مياه الشرب. طيب حد أنا دلوقتي بشرب من مياه الشرب، يعني ما جبتش يعني رحت أجيب مية، هروح أجيب قزاز مية معلش يعني أشتري أجيب قزاز مية وأنا عندي؟ لا، أنا بشرب من حنفية، يعني إحنا شغالين بنشرب من مياه. فهي إيه اللي طمنا؟ ما نزلت المياه الشرب والهيئة نزلت وعملت تحاليل وقالوا إن المية ما فيهاش حاجة، وإحنا برضو لنفسينا نحس ان الميه نقول ما لهاش حاجه. ليه؟ لانه لو موضوع الميه كان الناس كلها اتضرت، لو الميه دي على مستوى كان كله كان بقت العالم بالالاف، لو هو الموضوع ميه كان الناس بقت بالالاف والمستشفيات ما كانتش شالتهم. لكن لا، طب احنا بنشرب من الميه العاديه من الميه الحنفيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بشكر السيد الوزير المحافظ لانه نزل للاماكن بنفسه واللي جنب تحته نزلت وعمل معنا جلسه ومبارك معنا جلسه السيد الوزير المحافظ، ونزل عربيات متنقلة علاجية في كل القرى. يعني احنا امبارح قال لنا في عربيات نزلت عندكم وتأكدوا منها، لو في اي حاجة كلموني. عربيات نزلت لان لو حد تعب او حس باي حاجة العربية موجودة في القرية نفسها سريعة، يعني قبل ما يروح المستشفى. لا، ده في عربية موجودة في القرية. الحالات اللي كانت موجودة بفضل مجهودات الناس وسرعة التواجد الحالات تراجعت والناس تعافت وعملوا أبحاثهم وجدوا أن المية سليمة 100% وكله متواجد في الميدان ده. حتى الناس جايبين لنا عربيات أسعاف تطلبها تجيلك لغاية البيت. فاحنا بنشكر جهودهم ونشكرهم، والنسب شبه دلوقتي ما فيش خالص حد بيروح بيتعب، يعني الشوية التعبانين ابتدوا يتعالجوا وتشافوا. واحنا بنشكر كل من له موجود في هذا العمل، نشكر معالي وزير الصحة، معالي وزير الإسكان، السيد المحافظ المتواجد معانا 24 ساعة في اليوم، بنشكره على مجهوداته. بنشكر احنا السيد دوله رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الإسكان، السيد وزير الصحة، السيد محافظ أسوان، والجهات التنفيذية واللجان المسؤولة والمتخصصة، نشكرها في حالة الاستنفار وإحساسهم بشعب أسوان، السيد عبد الحسين بشعب أسوان. واحنا كلجان شعبية حابين بين الحقيقة عشان نطمئن، نتحرى الحقيقة الأولا عشان نطمئن على أهلنا وعلى الشعب المصري بصفة عامة، وعشان ننقل صورة للسائح الأجنبي برضو، لأنه داخلين على موسم سياحة ممكن يكون في جهات معنية أو أمور مغرضة يعني لها غرض في ذلك. لكن أنا بطمن أهالي أسوان والقرى المضرة إن المياه طلع من نهر النيل من مرشحات مياه صالحة وسليمة جدا.